بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة بنهدى حضراتكم تعلم مهارة خاصة، وهي مهارة تغيير شاشة ترحيب الويندوز اللي بتظهر أثناء تحميل الويندوز، بيكون عليها اسم مرحبا أو ويلكم ثم الويندوز اللي أنت بتتعامل بيه. دائما وأبدا بنسعد بآرائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarinnagar او مدونه قناه طارق النجار التعليميه مستر طارق النجار وعندت البلوجز دوت كوم او منتدى كنوز الطارق www.farms.kunuz.com/forum.hb او قناتنا على تويتر tweeter.com/mrtarinnagar. تعالوا بينا نشوف شكل شاشه الترحيب. هي دي شاشه الترحيب اللي بتظهر اللي فيها ويلكم وبهذا الشكل. عايزين نغير هذه الشاشه، يا اما انت بتختار واحده من الصور اللي بتكون موجوده عندك، يا اما انت بتكون مصمم صوره معينه فبتظهر في بدء الترحيب. تعالوا بينا ننتقل للجزء العام. ده هيتم من خلال برنامج معين. هذا البرنامج هذا هو اللينك الخاص به، هتقوم بنسخه. اللينك ده سوف تجدونه اسفل هذا الفيديو مباشره ان شاء الله. ثم بعد النسخ اذهب الى المتصفح الخاص بك وقوم بتشغيله وقوم بعمليه اللزق على هذا النحو، وانتظر 5 ثواني. بعد 5 ثواني هتظهر عباره تخطي الاعلانات او اسكيب اد. بعدها مباشره هيتم الانتقال الى الموقع الذي يحتوي على البرنامج. هننتظر بضع ثواني، بعدها مباشره هتظهر لنا نافذه الانترنت داونلود مانجر لو حضراتكم كنتم مسطبينه على الجهاز، او هيتم تحميل البرنامج مباشره في مجلد داونلودز الموجود في الويندوز. هننتظر الى ان يتم ظهور نافذه انترنت داونلود مانجر على هذا النحو، ثم بعد ذلك هتحدد حجم الملف 9 ميجا و33 من 100، هتحدد مكان الحفظ، اسم البرنامج لوج ان ستوديو. بعد ذلك بعد ما حددت هتضغط على سيف ثم نضغط على بدء التحميل. تعالوا بينا ننتقل الى جزئيه ما بعد بدء التحميل. قمنا بتحميل البرنامج على هذا النحو اللي هو اللوج ان ستوديو. اضغط دبل كليك لتصطيبه على الجهاز، وهنختار اي اجري ثم نيكست ثم ادي الحجم الخاص به ثم نيكست. ننتظر الى ان يتم تصطيب هذا البرنامج بنجاح على هذا النحو، وهتظهر لنا رساله ان في انستولوشن سكسسفول، تمت عمليه التركيب بنجاح. ثم تعالوا بينا نتعامل مع خصائص وامكانيات هذا البرنامج. ظهرت النافذه انستولوشن سكسسفول، ممكن الغي اللانش لوج ان ستوديو او اتركها لانه بيقوم بوضع اختصار على الشريط السريع. ثم بعد ذلك اضغط على فينش، اتجه بعد ذلك الى تشغيل البرنامج من قائمه بدء، ادي لوج ان هضغط عليه. ثم تظهر لنا نافذه البرنامج، نافذه سهله جدا. من خلال هذه النافذه نقدر ان احنا نتعامل مع كل هذه الايقونات او الشاشات. اختار الشاشه المناسبه وليكن هذه الشاشه عشان تكون بدء التحميل. بعد ما بتختارها تضغط ابلاي، هيتم الانتقال مباشره الى التنفيذ. المفترض ان بتظهر هذه النافذه، ثم هنضغط لوج ان. طيب البعض بيقول لي انا عايز احمل شاشات اخرى، اقول له اضغط على داون لود. لما تضغط على داون لود هيفتح الموقع الخاص بتحميل هذا البرنامج اللي من خلاله هتقدر تحمل شاشات اخرى. ضغطنا عليه ظهرت لنا هذه النافذه، ومن خلال هذه النافذه تستطيع انك تقوم بعمليات التحميل لمئات الاشكال المتميزه بالنسبه لشاشات الترحيب بالنسبه للويندوز. طيب البعض الاخر هيقول لي والله انا عندي صوره عايز اجعلها شاشه ترحيب، هقول له اضغط على كرييت بس واكتب الاسم وليكن باللغه الانجليزيه لان البرنامج بيدعم اللغه الانجليزيه. ادي طارق النجار. بعد ما كتبت الاسم اضغط على براوز. في براوز حاول انك تختار صوره كبيره الحجم شويه، انا اخترت من البيكتشر لايبراري اللي موجوده عندي اهوت، اخترت هذه هي الصوره. لو انت مصمم صوره بحجم وليكن حجم يتناسب معها في حدود 1024x768 اوكي، لو اقل من كده بيكون في مشكله في التنفيذ. ثم بعد ما اخترت الصوره بتجرب تقول له اوبن، هتظهر النافذه على هذا النحو، هقول له سيف، هيتم اضافتها في الاستوديو بالاسم الخاص بيك اهوت. ثم بعد ذلك تضغط على ابلاي فيتم تنفيذها بنجاح. عند اعاده تشغيل الجهاز هتظهر هذه الشاشه، شاشه الترحيب هيكون عليها اسمك وتكون بهذا الشكل. اذا ارجع اذكركم بنافذه الترحيب الاساسيه هي. دائما وابدا بنسعد بارائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طارق النجار التعليميه على اليوتيوب، وبنسعد بزيارتكم سواء على قناتنا على اليوتيوب youtube.com/mrtarinnagar او مدونه قناه طارق النجار التعليميه mrtarinnagar.blogspot.com او منتديات كنوز الطارق www.farm.kunuz.com/farm.hp او قناتنا على تويتر tweeter.com/mrtarinnagar. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.